عايزة أفكركم بثقافتنا اليومية وبالحاجات التعاملات بتاعتنا اليومية. نحاول دايما وإحنا بنتعامل وإحنا بنتكلم بقى إن إحنا نقرأ، نبقى متأكدين من معلومتنا، نبقى متأكدين من الحاجة اللي تحت إيدينا، نبحث ندور، نحاول دايما نلتفت ونعود نفسنا الالتفات للحاجات المفيدة. بلاش يبقى نفسيتنا فيها دايما إن إحنا بيستهوينا البحث عن الفضائح، البحث عن الحديث عن أعراض الناس، البحث عن الأخبار المتعلقة بيعني إيه زي ما بنقول كده الأمور البسيطة واللي ما تستاهلش مننا وقتنا. وقتنا ثمين، إذا اهتمينا بحاجة نهتم بالحاجة اللي كلها حاجة مفيدة علينا، اللي كلها تأثير طيب علينا. أنا بلاقي الناس على السوشيال ميديا أكبر الأخبار في العرض وفي التعليق وفي اهتمام الناس والقراءة بتبقى أخبار متعلقة بفضائح، أخبار متعلقة بحاجات ملهاش يعني أي أهمية بالنسبة للإنسان السوي الطبيعي. الحاجات دي بتجذبنا عشان نقراها، ولكن في النهاية احنا بنخرج منها بحاجتين. بنخرج منها ان احنا عرفنا حاجات مش مهمة جدا خالص بالنسبة لنا، ان كان فيها ذنوب بقى ولا حاجة كده. بنخرج منها ان احنا اهدرنا وقتنا في قراية خبر، في قراية قصة، في قراية حاجة مش مفيدة لينا. وقتنا ثمين، فكرنا مهم انه طول الوقت يشتغل. شغل فكرك بأخبار مهمة بالنسبة لك، شغل فكرك بمعلومات مهمة بالنسبة لك، شغل دماغك بكتب وبحاجات، والدنيا كلها بقت متاحة على الانترنت والبي دي اف لم يترك شيء. هتلاقوا كل النسخ اللي انتوا عايزينها طول الوقت موجودة. عندك وقت فاضي، نظم وقتك، خلي في يومك دايما وقت عشان تشغل فيه دماغك بالمعلومات، تدور المكنة كويس زي ما بنقول بالبلدي كده. فلما تشغل المكنة بالمعلومات هتفتح كتاب تقرأ، هتفتح على موقع خاص بمعلومات تشوفه، هتفتح على فيديوهات خاصة بمعلومات وغرائب وحاجات كده هتستفيد منها. حاول تخلي في يومك وقت للمعرفة وللمعلومة الموثقة الدقيقة، وحاول ما تهدرش وقتك في معرفة الأمور اللي ملهاش لازمة ولا تأثير في حياتك بشكل طيب.